مد يد العون اليوم هو الموضوع حضت عليه جميع الأديان السماوية. شفنا خلال الأزمة اليوم السوري كيف كان جنب أخوه السوري، شفنا اليوم قديش كان في جهود إنسانية وإغاثية اليوم لإعانة وإغاثة كثير من المتضررين. أكيد نرمين، اليوم مد العون مو يعني أنك اليوم تمد إيدك على جيبك وتعطيني مبلغ مادي، اليوم أنا بحاجة أنك تكون جنبي، بحاجة أنك تضمد لي جرحي اللي أنا عشته بسبب إن كان أيام الحرب إن كان بالكارثة اللي عم بنعيشها. اليوم أنا بحاجة لحدا إيجابي بحياتي، لحدا يعطيني القوة ويعطيني الإيجابية. الأديان السماوية كلها دعت للسلام ودعت للرحمة ودعت للأخوة، وكيف إحنا اليوم بظل هاي الكارثة مفروض نكون جنب بعض وجنب نتكاتف مع بعض، تتكاتف جهودنا اليوم مع جهود جميع المجتمعات الأهلية أكيد والجهات المعنية. لنحكي أكثر اليوم عن موضوع التعاضد والتكاتف ضمن هاي الأيام. ضيفنا لليوم هو الدكتور الشيخ أحمد سامر القباني، عضو المجلس العلمي الفقهي ومستشار وزير الأوقاف. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك. الله يسعد صباحكم أنتم وكل إخوي اللي عم يتابعونا. أهلا وسهلا، صباحك وأهلا وسهلا فيك. دائما في كل الأزمات والحروب، إذا بنحكي خلينا هيك نسألك سؤال استفتاحي بسوريا ولنفرض، دائما السؤال دائما أو الأنظار بتكون موجهة لوزارة الأوقاف، الناس بتسأل عن دور وزارة الأوقاف اليوم، عن الأشخاص الموجودين فيها، عن المساجد اليوم وعن دورها. خلينا نحكي اليوم عن الزلزال الذي المؤلم اللي تعرضت له سوريا، ما دور وزارة الأوقاف كان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى جميع أنبياء ورسل الله. بداية اسمحوا لي باسمكم باسم كل الشرفاء وباسم المؤمنين في هذا الوطن أن نوجه عزاءنا لأسر وذوي الشهداء الذين قضوا في هذا الزلزال. ونحن منقول شهداء طبعا لأنه نحن بتشريعنا الإسلامي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء خمسة: المطعون، والمقصود به من مات بمرض الطاعون وقاس عليه العلماء كل مرض معدي، المطعون والمبطون الذي مات بألم البطن أو جراحة البطن، والغرق، الغريق أيضا شهيد، وصاحب الهدم يلي بيموت تحت الهدم الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أنه هذا شهيد، وآخر واحد هو المقاتل في سبيل الله. ونحن بنفهم المقاتل في سبيل الله بكل في كتب الفقه والشريعة الإسلامية هن شيئين: الدفاع عن الأوطان ورد العدوان. فإذا منعزي أسر الشهداء ومنقول لهم الله يتقبل هالناس اللي ماتوا تحت الهدم وتحت الردم، الله يتقبلهم بالشهداء. منقول الله يشفي ويعافي كمان الجرحى اللي هن موجودين بالمستشفيات اللي تعرضوا لهالزلزال المؤلم، وكمان ندعي كمان لهالناس يلي بمراكز الإيواء الله يعوضهم خير إن شاء الله، وكلياتنا معهم مثل ما تفضلتوا ببداية هذا اللقاء إنه لحنا في تعاضد وتكاتف. أظن لم يعرف تاريخ سوريا مثل هذا التعاضد والتكاتف الذي حصل في هذه الأزمة. منتقل عند حضرتك الجواب عن موضوع أين وزارة الأوقاف. طبعا سألوا كثير ناس ماذا فعلت وزارة الأوقاف؟ طبعا منذ اللحظات الأولى كانت وزارة الأوقاف موجودة. يعتقد طبعا أول شيء بدنا نشكر كل الوزارات لأنه الحقيقة في تعاضد وتكاتف بين كل الجهات الحكومية، وبس الجهات الحكومية، حتى الجهات النقابية، حتى الغرف الأهلية، الجمعيات الخيرية، شيء يعني اليوم بان معدن الإنسان السوري الحقيقي، الإنسان المؤمن الذي يقف إلى جانب أخيه المؤمن في هذه الأزمة. هذا زلزال مدمر تعجز عنه دول العالم كله، لكن الحمد لله ربي أكرمنا بسوريا أنه نحن في عنا الإيمان مترجم لأفعال، ما هو فقط أقوال. فأنا بدي أنتقل مباشرة لعمل وزارة الأوقاف بعد شكري لكل الوزارات والفعاليات لحتى ما ننتقص من عملهم، كان أداؤهم كتير رائع. اللحظات الأولى وين بتوجه الإنسان؟ فورا بتوجه لدور العبادة، بتوجه للمساجد، بتوجه للكنائس، لرب العالمين تماما. لا أقصد الناس اللي طلعوا من هالزلزال، وليس التوجه القلبي، يعني بتوجهوا بدون مكان يعدوا فيه. الآن عندنا في محافظة حلب 128 مركز إيواء في المساجد،
هدلول مو موضوع سهل. تأمين 128 مركز بجبلي عنا 62 مركز واللاذقية مسجد في مراكز إيواء الناس موجودة فيه. في حلب 40,000 من الناس موجودين بالمساجد الآن بها 128 مركز. 40,000 إنسان مع زوجاتهم وأطفالهم. وفي جبلية واللاذقية موجود 15,000 بمراكز الإيواء. معلومكم قديش هدول بدهم خدمة وعناية، بدهم فطور، بدهم غدا، بدهم عشاء، في معهم أطفال، أطفال بدها حليب، في ناس مرضى فبدها بدك تأمني للدواء، احتياجاتهم الأصلية اليومية، عندك موضوع التدفئة بهالبرد الشديد. فإذا وزارة الأوقاف عملت اللي بتقدر عليه من اللحظة الأولى بالمساجد وفتحت مراكز الإيواء. في نقطة طبية بكل مسجد تقدم الأدوية، وهذا الشيء طبعاً لحنا بدنا نحكي عنه لاحقاً، أنه هناك قوافل لوزارة الأوقاف باضطراب من كل المحافظات عم تطلع، لأنه مثل ما قلنا هدول 55 ألف زلمة قاعدين بالمساجد، قديش بدهم جهد 55,000 اللي عندهم أسرته خمس أشخاص تعبان فيهم يعني، بقى كيف 55,000 بدهم شغل أكيد. فعم تطلع القوافل تباعاً إلى المساجد من أجل أن تؤمن حاجة هؤلاء الناس. الأمر الثاني الآن الجباية في المساجد كلها. الأسبوع الأول تعرفوا نحن الجباية بتكون نهار الجمعة بعد صلاة الجمعة بتكون في الصناديق المخصصة الآن كلها للمتضررين من الزلزال. الأسبوع الأول جمعنا 2,000,000 والأسبوع الثاني الآن 2,000,000,000 وإن شاء الله الأمور طبعاً بعد ما فتحنا حساب ونحن بنحب نذكر الحساب تبع وزارة الأوقاف تفضل. هو رقم 88 ببنك سوريا الدولي الإسلامي اللي بيحب يتبرع لمتضررين الزلزال عبر هذا الحساب الذي يتبع لوزارة الأوقاف، فهذا الحساب موجود. ففي طبعا أيضا تبرعات أخرى غير اللي تم جمعها بالمساجد قدمت لهذا الحساب، والتفاعل كامل على مدار الساعة مع التنمية السورية وهيئة الإغاثة العليا من أجل أن نقوم بواجبنا تجاه أخواننا. طبعاً لسه في أمور كتير حملتها وزارة الأوقاف، صار في شهداء كتير، وين بدنا ندفنهم؟ قدمت عقارات في جبلة من أجل أن تتخذ كمقابر لشهداء الزلزال. طبعاً في عنا لحنا موضوع الأمور الدوائية، التواصل مع الشركات الدوائية، التواصل مع السادة الصناعيين والتجار من أجل تأمين ما نستطيعه من هذا الموضوع، لأنه الناس اليوم بحاجة كبيرة. في عنا شيء بدنا نحكي عليه، أنه لحنا كتير مهم لما منشوف الدور المعنوي والدور المادي. الدور المادي قدمنا اللي بنقدر عليه بوزارة الأوقاف، خصصنا العقار، آوينا الناس، أمنا لهم طعام، أمنا لهم شراب، حاولنا قدر المستطاع. الآن في مئات العائلات أسكنت في البيوت، دفعت أجرة البيوت وزارة الأوقاف. عقارين بحلب، برجين وليس عقارين عاديين، برجين بحلب فيهم بيوت لكن طبعا هي غير جاهزة، لا فيها نوافذ. هذول يحكوا على السوشيال ميديا انه في عنا عقارين بحلب، ليش ما تعطوهم للمتضررين؟ ما فيهم كهرباء، لا فيهم مي، لا فيهم نوافذ، لا فيهم ابواب، لسه مو خالصين. ومع ذلك تم مباشرة العمل على تجهيزهم، وضعهم تحت الإغاثة العليا، تحت يد الإغاثة العليا، لأنه ربما هي تستطيع أنه تساعد بتجهيزهم بشكل أسرع، لأنه هي متصلة كذلك مع الإعانات الخارجية اللي عم توصل، مو بس فقط الداخلية. وهالعقارين منطمن الناس أنه صاروا عند الأمانة السورية وبلجنة الإغاثة، والآن عم يتم تجهيزهم مشان إيواء الناس. إذن في مئات البيوت الآن، ما حبالغ أنا مشان ما يعني الناس يقولوا، مئات البيوت الآن ساكنة فيه الناس عم تدفع أجارهم هي وزارة الأوقاف. هذا الأمر المادي. في الأمر المعنوي من اللحظة الأولى أكيد طبعاً الكنائس ما قصروا، رجال الدين المسيحي ما قصروا، شفناهم من اللحظات الأولى كانوا مع المشايخ بحلب، وشفنا أنه في ناس راحت على الكنائس. وهذا الوقت اللي ما منفرق فيه لحنا بين مسيحيين وبين مسلمين، هذا الموضوع الإنساني. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله مو المسلمون، أتقاكم أقربكم إلى الله سبحانه وتعالى، أقربكم من الأخلاق، من التعامل الحقيقي للإنسان المؤمن مع أخيه المؤمن.
على ما يبدو يعني اليوم نحن عم نحكي بلسان، يعني السؤال اللي طرحناه لك هو لسان الناس يعني على المواقع التواصل الاجتماعي. وتشكر جهود وزارة الأوقاف عم تشتغل، ولكن بعيدا عن الضوء. نحن للأسف تعودنا إذا نحن بدنا نقدم هذا الألم نحن نتصور وننزله يعني. صحيح. وهذا الشيء مطب، يعني صرنا أن في هجوم على بعض الوزارات حتى لو عم تعمل. خلينا بلسان الشارع ولسان الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. فضيلة الشيخ، يوم 6/2 يوم الكارثة تغير، يعني تغيرت مو بس أرواحنا ونفوسنا، حتى هدول المواقع اللي نحن عم نقضي معظم أوقاتنا عليهم، صور البروفايل، صور الشخصية انشالت ونزلت بدالها صورة الزلزال. صح. وصار في سجل بين الناس، صار في انقسامات بالآراء. اليوم حضرتك رجل دين ورجل علم، وحابين نستفيد من رأيك بهذا الموضوع. بعض الآراء راحت أنه اليوم اللي صار فينا إن كان خلال الحرب، وقالوا أنه نحن طلعنا من الحرب إسامه، كان ناقص غير الزلزال يجي. هذا اليوم غضب من رب العالمين، لأنه نحن عصينا كثير، زاد الكفر، زادت الأغلاط، فرب العالمين زلزل الأرض من عنا. الآراء الثانية راحت لقى الموضوع العلماني وقالت هاد أنه علم جيولوجيا وظاهرة طبيعية. وكان في الرأي الثالث اللي آمن بالقضاء والقدر وآمن أنه نحن عم نمرق بامتحان. حضرتك رجل دين وعلم، فشو رأي اليوم الدين والعلم بهي الفكرة؟ هلأ أكيد ربنا عز وجل بيحبنا، وربنا قال يحبهم ويحبونا، ليكون الحب متبادل بين العبد وبين الرب. وربنا أكيد لما بيكون أي شيء فرح يكون لمصلحتنا، لأنه ربنا عز وجل أنزل الكتب السماوية وأرسل الرسل لسعادتنا ليدلونا على الصح. ونحن بسوريا مجتمع مؤمن، مجتمع متدين بالفطرة، إن كان مسلم وإن كان مسيحي. صحيح. تلاقيه بيلجأ إلى الله عز وجل بالشدائد. ليش؟ بيحس حاله أنه مقصر. فأكيد ربنا عز وجل لما بيعطينا شيء حلو مشان نتمتع فيه، ولما ربنا عز وجل بيظهر شيء من عجائبه والشدائد على الإنسان مشان يرجع لله أكيد. القرآن الكريم يحدثنا عن ذلك، يقول الله عز وجل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فورا الآية اللي بعدها، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. لولا هون أداة تحضيض ليست شرطية، يعني هلا إذا جاءهم، حين جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قسوة القلب، والشيطان قال له لا أنت إنسان كويس كتير، ما في منك، أنت أحسن من كتير ناس. نحن بأمور الدين منطلع إلى من هو أعلى منا دائما لنشدهم منا، وبأمور الدنيا والمال منطلع من هو أدنى منا لنقول يا رب نحن بنعمة كبيرة كتير. فإذا هذا الموضوع القرآن حدثنا عنه، أنه لما ربنا بياخذ الناس البأساء والضراء لأنه اشتاق لصوتهم، اشتاق لدعائهم، اشتاق لأنه يكونوا بين إيديه بالأسحار لحتى يتوجهوا له. نحن كثير من الأحيان ننسى نذكر الله عز وجل، أحيانا منقصر بصلواتنا، أحيانا منقصر بخدمة بعضنا، فربنا عز وجل بيبعث لنا هيك شغلات لحتى تذكرنا. ولا يعني ذلك أنه مظاهرة طبيعية، كلامك اللي حكيتي صح، واللي حكوه العلمانيين إذا بدنا ننسبهم إلى العلم كمان صح، لأنه الدنيا كلها الله خلقها أسباب ونتائج كلها. بس أنا بيسأل سؤال، مين مسبب الأسباب؟ رب العالم. رب العالم. هلأ أنت بتقولي سبب نزول المطار، اجتماع الغمام السالب والموجب، بيكون في هواء، بيكون في كذا، إيه هاي السبب وجد، يعطوك تنبؤ أنه إذن غالبا حينزل مطار، تمام؟ صحيح. بس هلأ مين اللي بعت الريح ومين اللي بعت الغمام؟ رب يعني العالمين. هي حركات الأرض تماماً، هي الطبقة التكتونية أو طبقة القشرة الأرض عم تنزاح 3 أمتار هلأ صارت باتجاه أوروبا تركيا. طيب إيه، بس مين اللي عطى الأمر لهالأرض تنزاح؟ فإذا هو أسباب ونتائج، لكن الله عز وجل هو الذي يسبب الأسباب سبحانه وتعالى. أنا بس بدي أقول شغلة، بدي أعرج على كلمة السيد الرئيس يلي حكاها، قال نحن في هذا الوطن مسلمين ومسيحيين، نحن مؤمنون بالله، والإيمان بالله يعني الإيمان بإرادته سبحانه وتعالى، والإيمان بإرادته أنه ربما يأتينا شيء نحبه وشيء لا نحبه، ولكن مع ذلك نحن
بشكل دائم نؤمن أنه قضاء وقدر. صح. فإذا استطعنا، يقول السيد الرئيس، أن نأخذ الحكمة من هذا الذي حصل، وصلنا إلى الحكمة الإلهية، عقلنا وصلنا أنه هي الحكمة الآن الإلهية، منها أنه نرجع إلى الله عز وجل، نحب بعضنا أكثر، مجتمعنا يمكن السوري بالأزمة صار في شيئين متضادين. الشيء الأول هو محبة الناس لبعضها زادت بكثير من الأحيان، وصار في شرخ كثير لأنه صار في ناس متباعدة، إن كان بالأجساد وإن كان بغير الأجساد. لكن عم يقول السيد الرئيس إذا أخذنا الحكمة فهذا بيكون شيء كثير رائع، إذا ما استطعنا نأخذ الحكمة على القليل لحنا نتعلم درس من يلي صار معنا، شلون بدنا نتعامل مع بعضنا. أنا هذا بيقودني للحديث مباشرة إلى الفكرة الثالثة. هلأ الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، القرآن الآية تقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وربنا قال بالقرآن فعال لما يريد، ولحنا عبيد لله عز وجل. لكن ربنا عز وجل دائما بيحبنا نفكر، وأول كلمة نزلت بديننا اقرأ، بيحبنا نقرأ نتعلم، وذكر القلم في أول الآيات نزلت بالقرآن، الذي علم بالقلم. بعدين ربنا عز وجل حثنا كثير على موضوع العلم بالقرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة، والعلم والعلم الشرعي، لا طلب العلم بكل أنواع فريضة على كل إنسان مسلم وكل إنسان مؤمن. طيب بس لحنا نسأل سؤال، هذا يلي صار ليش ما يكون محنة لكن فيها منحة؟ ليش ما يكون ظاهرها نقمة لكن فيها نعمة؟ يعني سؤال، ليش ما منقول لحنا انه يمكن الملف السوري كان معقد جدا جدا، والله عز وجل من عنده قال ما الملف السوري ما بتنتهى مشكلته لحتى يصير شيء يخلي هالناس تتوجه بقلوبها وافئدتها وافكارها كلها تجاه بلاد الشام المباركه، تجاه سوريا الحبيبه. اذا احنا خلينا نقول كمان انه احنا ربنا عز وجل قال في القرآن الكريم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا المستقبل بإيد رب العالمين. لحنا متفائلون جدا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل بالأسماء بالأشخاص بالوجه الحسن باسم البلد اللي مر عليها، وكان يغير الأسماء القبيحة، ما كان. لذلك نحن منقول تفاؤلنا إن شاء الله إنه إن شاء الله بتكون هي آخر محنة بتمر فيها سوريا، ونحن قادمون الآن بإذن الله سبحانه وتعالى على فرج قريب. نحن هيك رجاءنا بالله إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. يعني مثل ما ذكرت حضرتك، الإنسان مفطور على حب الحياة وعلى التفاؤل. في بعض الأشخاص شفناهم اليوم صاروا ينشروا ويكتبوا انه نحن عم نحس بتأنيب الضمير ليش نحن عايشين بعد بعد الزلزال. في حال اليوم صارت عند الاشخاص من التأثر والتألم على الاشخاص يلي راحوا ضحية الزلزال، بنلاقي اشخاص ايضا للاسف موجودين هنن بس مشككين بأي نوايا عم بتكون على أرض الواقع. إجت إغاثات، هاي إغاثات لوين راحت؟ تبرع قليل تبرع كتير. خلينا نرجع اليوم للأخلاقيات، ونحن دائما من الدين بناخذ وبنستمد الأخلاقيات. شو الأخلاقيات اليوم اللي لازم يتمتع فيها المجتمع بظل الزلزال؟ بدي أقول لك شغلة، منافقون موجودون في كل مكان وفي كل زمان، حتى بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة كان في منافقون، وكان عملهم التشكيك في كل شيء. لذلك نزلت آية قرآنية، لئن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم فلا يجاورونك فيها إلا قليلا. إذا ما بيضبوا لسانهم وبيسكتوا عن التشكيك بكل شيء، بدنا نقول لك يا محمد هذول طالعوا من المدينة لا يستحقون أن يبقوا في المدينة. هاي الصورة اللي عطانا إياها القرآن موجودة بكل زمان ومكان سيدتي، ما هذا لا يمكن. دائما قال الإمام الحسن البصري لا بد لكل إنسان من عدو، إذا كان خيرا عداه الأشرار، وإذا كان شريرا عداه الأخيار، لأنه الأخيار ما بيحبوا الشر. فإذا نحن بمجتمع اليوم التشكيك فيه موجود، ما بدنا نحن ننكر، لكن الإنسان إذا ما بدك تشتغل بس على القليل ممكن إنك تخلي الناس تشتغل. وهلأ مبارح وصلتني شغلة جديدة، قال صحيح إنه والله الدولة عم تاخد 50% من كل شيء تبرعات عم يجي،
من الجمعيات الخيريه ومن الجهات النقابيه ومن الاغاثه عم تاخذ 50% منا. قلت لهم نحن يعني ما بكفينا انه حكيتوا على الناس عم تسرق الاغاثات، هل كنتوا تحكوا على الدوله؟ لك نحن مين قلنا ملجا الان الا الحكومه والدوله؟ صحيح. هي الدوله اللي عم تقود هذا العمل الاغاثي، مشان شو بدها تاخذ 50% الدوله منه؟ يعني كلام غير منطقي، كلام اليوم نحن عم يصبطوا الهمم، عم يأدوا للناس. تصوري انسان بده يتبرع، تيجي تقول له هالحكي، شو بيقول لك؟ بطلت. صحيح. مزبوط هالكلام؟ يعني هذا المشكك عليه وزر من الله عز وجل كبير كثير. منع الخير. مناع للخير، القرآن معتد أثيم، معتدي بهالكلام تبعه وأثيم ويمنع الخير. فنحن بنقول هذا الكلام كلياته نحن غير صحيح. نرجو انه نحن نكون ناس ايجابيين، ما نكون ناس سلبيين، نرجي للناس الوجه الحسن لسوريا. انتم ما تنسوا انه بهالكلام هذا انتم عم تعطوا وجه غير حضاري للناس اللي عم يسمعونا من برا. ما صار في مواقع سوشيال ميديا عم خارج سوريا عم تتكلم عن هذا الموضوع. صحيح. لو ما انتم بلشتوا بهذا الموضوع تحكوا ما كانوا حكوا هني. لذلك نحن اكيد دائما النجاح نحن شوفي هلا انا اسمحوا لي اعمل مقارنه صغيره. تفضل. التركية قديش كم بلد تبرعوا لها او حصل اغاثه لها؟ مئات. صحيح. الطيارات اللي نزلت فيها بالالاف. سوريا اجتنا مساعدات خارجيه، قارنيها مع بعضها شو بيكون اجى لسوريا؟ واحد بالمئة من ألف ربما يلي اجى لتركيا. صحيح. لاحظي نحن في عنا أزمة، بس لاحظي الحمد لله يعني بتحسي تقولي 60% 70% تجاوزناها من فضل الله عز وجل بهالجهود الخيرة للسوريين ولهالناس اللي وقفوا معنا. المجتمع الأهلي والتكافل تكام، بس يعني أخذي حجمها بمناسبة بالنسبة للي قدموه لتركيا بتلاقيه صغير كتير. إذا نحن خلينا ننظر إلى دائما ربنا عز وجل علمنا أن نفعل الخير وأن نقود الخير وأن نكتم الشر. يعني إذا إنسان شاف شيء غلط واضح علمنا الإسلام أنه نستره، قال عليه الصلاة والسلام ومن ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة. لك هو هذا الإنسان سيء ومع ذلك أنت ما بصير تحكي عنه إلا أن يضر الناس ويجاهر بفسقه بين الناس ويبين أنه هو عم يعمل الشر وكل الناس متضايقة منه. هذا صرنا بدنا ننبه منه، ما عدا ذلك ما بيجوز الإنسان. أشلون إذا كان موضوع خذ دع ما سمعت وخذ ما رأيت، خذ ما رأيت ودع ما سمعت به. إذا شفت بعينك احكي والله هيك عم يقولوا، خذ ما رأيت ودع ما سمعت به، في طلعة البدر ما يغنيك عن زحلي. يعني الحمد لله الخير كله اللي شايفينه قاعدين بدكم تحكوا تشككوا على مستوى. لحنا هدلول الناس بصراحة ما بدنا نعطيهم أكبر من حجمهم، لأنه كل ما أثرنا هذا الموضوع بيكون حصلنا لهم مرادهم على مواقع السوشيال ميديا. هن بدهم يعملوا تفاعلات، اللي بده يجيب لايكات، اللي بده يجيب مشاهدات. نحن بغينا عنهم، نحن عملنا عمل حقيقي على الأرض. السوريين أنجزوا عمل حقيقي على الأرض، وإن شاء الله قادمات الأيام هي اللي بتوضح شو عمل السوريين. حتى فضيلة الدكتور شفنا بروفايلات كانت وهمية انعملت بوقتها. صح. يعني وعن تجربة شخصية أنا. صح. من عن طريق صفحتي يعني صاروا يدخلوا، كنت كاتبة عن مواد إغاثية واصلة فصاروا ينزلوا أنه هذا الشيء كذب، هذا ففتت عن البروفايل لقيته هو وهمي وقافل الحساب. أيه. فهي كانت سياسة ممنهجة لضرب والتشكيك بالمساعدات اللي عم تصل لهون. خلينا نبقى بالمجال الإنساني والأخلاقي. شهدنا فزعة كتير حلوة من جميع الأخوة السوريين. صح. مثل ما قلت إذا قلنا رب العالمين اليوم كان قدرنا أنه نحن نعيش ظروف هاي الزلزال، رب العالمين أعطانا الحب، أعطانا هاي الفزعة، يعني خلقت فجأة. نحن عشنا سنوات الحرب ما شهدناها بهذا الكم، يعني فهو أعطى، يعني أخذ وأعطى يعني شيء. اليوم يعني كيف نحن قادرين نحافظ على هاي الأخلاقيات؟ وشو بيمنع أنه تبقى لبعد ما نتجاوز هاي الأزمة؟ بحقلك شغلة، إنه هناك حافظ ومحدث من المحدثين اللي كانوا يحفظون مئات الآلاف من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الموثقة والصحيحة، اسمه ابن أبي الدنيا. هذا ابن أبي الدنيا ألف كتاب كامل سماه قضاء الحوائج، هيك سماه.
ذكر فيه الآيات والأحاديث اللي بتتكلم عن قضاء حوائج الناس. يذكر فيه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل نعم سأله سؤالين، وأنا بدي أعلق على ذكاء هالرجل. السؤال الأول قال له من أحب الناس إلى الله، دغري راح على الآخير، يعني خلينا بقى من الوسائل، بدي الغايات، من أحب الناس إلى الله، مين أكثر واحد الله بيحبه. والسؤال الثاني ما أحب الأعمال إلى الله، كمان سؤال رائع ذكي، سؤالين ذكيين. بتوقع الإنسان أنه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له والله أحب الناس إلى الله أكثرهم صلاة مثلا، مع أنه الصلاة شيء رائع جدا، أكثرهم صياما والصيام شيء رائع، أكثرهم حجا وعمرة، لا، قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. خلينا نوقف شوي عنده، معناته الموضوع موضوع تكافلي. القرآن والشرع والأديان السماوية والرسل كلياتهم أجوا مشان يقولوا أنتم أهم شيء ممكن تقدموا لبعضكم أنكم تحبوا بعضكم، فأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مؤمن، تكشف عنه كربا أو ترد عنه جوعا أو تقضي له دينا، ولا أن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. شيء رائع جدا. إذن قضاء الحوائج له القصب السبق في التعاليم الإلهية دائما. فهذا الشيء لحنا كسوريين الحقيقة كمؤمنين لحنا عشنا هذه المرحلة، ونسأل الله عز وجل أنه تبقى مستمرة معنا. وأكيد عملت شيء هالأزمة، عملت شيء بالسوريين، وإن شاء الله رح نبقى مستمرين لأنه هالوطن هو إلنا جميعا، ولحنا اللي بدنا نبنيه. وإن شاء الله ربنا عز وجل نرجع نقول أنه يعني نسأل الله أن يكون عونا ومعينا لهالناس يلي ضررت بيوتهم بهالزلزال، وأن يرحم الشهداء. آمين. وأن يعافي الجرحى. آمين. إن شاء الله. هيك اليوم حديثك يعني جدا شيق، أثلجت قلوب كتير ناس اليوم عم تشوفنا. يعني اليوم نحن بحاجة لهي السكينة بعز العجقة الحزن اللي عم نعيشه. دائما التقرب لله أكيد هو الحل الوحيد بكل مشاكل حياتنا، ويا رب يكون هيك قضاء الحوائج قريب، ويكون الشيء اللي صار قربان إن شاء الله لخلاص سوريا. شكرا دكتور. شكرا لك فضيلة الشيخ لوجودك معنا ولكل اليوم الصراحة والبساطة اللي كنا عم نحكي فيها اليوم. تصور كنا قدرنا نكون قريبين للناس. شكرا كثير لك.